السلام عليكم ورحمة الله. تاج الدين عبد السلام، كنت إطار في شركة لسامير، وكنت عضو في المجلس البلدي في محمدية في آخر السبعينات، وكنت في ذاك الوقت مكلف من طرف المجلس البلدي كمدير لكل الرياضات داخل المحمدية، ومن ضمنها نادي الملكي لكرة المضرب. والحمد لله اغتنمنا هذيك الفرصة، وكان في ذاك الوقت محمدية كتعيش واحد التوسيع شامل من ناحية الميناء ومن ناحية العمران، وانا اغتنم ذاك الفرصة. كان شركات أجنبية اللي كانوا بغاو يمارسوا هذه اللعبة، وكنت طلبت منهم يعاونونا. وبهذه الشركات في ذاك الوقت كنا أتذكر يعني بنينا واحد جوج الملاعب وعملنا الإنارة، وهذا يعني بدون مقابل. وأنا اليوم سعيد جدا لأن كاع الإخوان اللي جاوا من بعدنا كلهم كل واحد حط اللابينة ديالو، والحمد لله اليوم النادي راه وصل لواحد السمعة على الصعيد الوطني وربما ولو كذلك على الصعيد الخارجي العالمي، لأنك عدة مباراة كتنظم هنا في مدينة المحمدية، ومنها أظن هذيك الراكيت الذهبية. ونتمنى يعني الناس اللي كيجيو من بعدنا يعني يستمروا في هذا، وهذا كيكون كمثل لجميع الأندية في المغرب، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا.